هنعمل النهارده تحدي خطير خطير مش كتير يا دي على طول الدم يا جماعه انا جعانه وانا مش عارف افضل لحد امتى سنجل يا جماعه انتوا مش فاهمين بعدين بقى انا جالي صداع وحشتوني جدا 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 عاملين ايه يا رب تكونوا بخير قلت لكم بفلوج النهارده المفروض ان انا انزل اجيب نتيجتي اوريكم انا جبت كام بقى نجحت ولا عملت ايه وكده وهوريكم نتيجتي وهوريكم بقى ايه اللي حصل في اليوم كله وهوريكم بقى نعمل انا واصحابي ممكن نروح فين الكلام ده كله فخليكم متابعين معايا للاخر مش عارفه ليه انا بفضل احرك ايدي كده نفسي امسح المرايه انا نفسي امسحها كل ما اجي امسحها انسى فاعذروني عن المرايه لو باين حاجه ده النهارده يعني الاوتفيت اللي انا لابساه اهو قولوا لي رايكم في الكومنتات حلوه ولا لا وهلبس كوتش ابيض تعالوا بقى ننزل ونشوف هنعمل ايه واخدكم معايا كل حاجه خطوه خطوه وهتبقوا معايا في كل حاجه بس قبل ما ابدا اي حاجه متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد يلا بقى نشوف هنعمل ايه ويلا نبدا الفيديو جمعنا انا في اولى جامعه عشان محدش يقول لي انا كنت فاكراكي في ثالثه اعدادي فاكراكي في اولى كيجي اولى كيجي كيجي وان فانا مفيش كده انا في ثالثه ايه انا في اولى جامعه تمام احترموني بقى احترموني ابقى طالبه جامعه طالبه جامعه رحنا اكلنا في ماك كمان بس احنا خلصنا الاكل مش فاهمه قولي اي حاجه طيب قولي اي حاجه اشرب نفسي مش شرب نفسي جماعة احنا قاعدين فاضيين هتصل بصاحبتي على تليفون صاحبتي التانية ونعمل فيها اي معنى بترد بترد شعر ارقام غريبة ولا اه شكلها طب سالي اتصل على زينة السلام عليكم السلام عليكم زينة معانا ايوه الو حضرتك كسبتي معانا حضرتك سامعاني طب تمام عايزة حضرتك تركزي معايا كويس طب تمام الو 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 هاي اه حضرتك سامعني كده اه حضرتك كسبتي معانا بوكس الو هي قفلت ليه انا مش فاهمه يا جماعه هي قفلت ليه يعني انا ولا انت كسبتي معانا حاجه مش فاهمه انت رجعي لي انت فاكراها غلط مستحيل ترد انت انت شوفيني يا جماعه محدش طايقني كل ما اعمل مقلب في حد ما يردش عليا ما تقوليش حاجة من الزرع يلا شاهدي كده الحكم التاني يلا هو ها خلص كولي اسكتي انت كولي بلعي ابلعي كل بترجع بتموت يلا يا جماعه حكموا عليا ان انا هروح هناك واقول لهم انا جالي صداع عشان الصوت ده عالي هم مش سامعينه استني اوقف بس تصوري جنبي ارجلي شبه هناك
وفي جاموس بيعمل كده، ده مفيش حد. بعدين بقى ده جاي الضع، لا جوه جوه، لا والله جوه. قولي اللي هنا صدعتونا، هنا صدعتونا. هنعمل النهارده تحدي خطير 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 يا دي على طول التم. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم ايه؟ انا قايله المقدمه اصلا. بصوا يا جماعه احنا قعدنا احنا الثلاثه وهنلعب لعبه، هنقول مين اكتر واحد مثلا بيعمل كذا، واكتر واحد بيعمل كذا ده هيشاور على التاني، فاهمين؟ واكتر واحد يتشاور عليه بس تقول الصراحه، اقسم بالله لو خميته تعرفين انا اعمل معاكم ايه. هتقول الصراحه ماشي؟ يلا اكتر واحده بتاكل، عارفه نفسها الحمد لله. اكتر واحده بتنزل، انا اكتر واحده بتنام كتير. ماشي انا بقول الحاجات اللي فيا ليه. انت هوبيته اكتر واحده، بقولوا لي يلا انت قول. اكتر واحده بارده. انت قولي اكتر واحده ما بتلتزمش بمذاكرتها، مش هقول بمواعيدها. فاكره منا اكتر واحده بتتاخر. كويس معلش انا. لا لا انتوا بيقولوا لي يا جدعان اكتر واحده عشان ايه اقول انا وبعد كده انا يتحكم عليا؟ والله انا سلكان انجزوا. مش عارفه ايه اكتر واحده مغروره. انا محدش خلصان. مين اكتر حد؟ مين اكتر حد طيب هنا؟ انا والله طيبه قوي. انت بتاخد على قفاك دي؟ اه لا ده من الحاجات التانية. يا لهوي على الضحك. يلا هو انا عايزه اعلم التعلمه بتكسب بس. مين اكتر واحده هبله؟ مين اكتر واحده يعني ساعات بتختفي فجاه وما نعرفش عنها حاجه؟ هي بتقول انا، هي بتقول الحاجات اللي انا بعملها عشان اتحكم. انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مين اكتر واحده لما يعني مش عارفه اعمل، مين اكتر واحده مثلا ايه قلبها اسود مثلا، قلبها اسود سيكه ما تعرفش تسامح بسرعه؟ انا ما بسامحش اصلا. لا هو انا بسامح بس بفضل شايله جوايا. اه يعني بس بفضل والله العظيم بفضل فاكره يعني لو حد مين تاني. اكتر واحده المشكله من الاول. مين اكتر واحده كرامتها عندها فوق اي شيء؟ منا. مين ما عندوش كرامة؟ يا حبيبتي عندها شعار مفيش كرامة. أنا مع السلامة. مين أكتر واحدة بتكره الأولاد؟ لا لا بقول لك إيه، فكوكم عشان أنا بقول لكم ما بشاور عليا وفي الآخر يعني أنا اللي هيتحكم، فأنا بقول لكم الحاجات اللي عليا. معروفة لا بكره الأولاد. والله العظيم ما قصدي بقى تلاقي واحدة طلعت لي في الكومنتات جاية تقول لي على أساس هما بيحبوكي. مين أكتر واحدة بتبقى قاعدة في البيت؟ انا. لا يا ستي. مين اكتر واحده بتنزل من ده؟ معروف ايه امي بقى تشوف الفيديو ده اقسم بالله ما انت نازله. طب يا جدعان تقريبا شاهد ايه اكتر واحده اتشاور عليها النهارده، فشاهد هيتحكم عليها تاني. هو انتوا قررتوا ان شاهد هو ما فيش اسئله ثانيه؟ عندك اسئله ثانيه؟ لا خلاص شاهد دلوقتي هيتحكم عليها، هيتحكم عليها دلوقتي. تعالوا بقى ايه نشوف ايه الحكم. يفكر كده انا وهي كده ناخد بعضينا نفكر في حكم ونجيلكم تاني. روحي قولي لهم عندكم شامبو. طيب عندكم ايه؟ بصوا انا بحكم لا 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 ايوه قولي 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 انا بحب شامبو. لا انا عندي استني استني. طب انتوا عادي تظهروا؟ عادي تظهروا؟ ايه عادي. عندكم شامبو؟ هنا قولي هو انا هفضل سنجل لغايه امتى كده بصوت عالي كده بحب؟ اوفي كده هنا في نص هنا. لا لا مش هنا يا حبيبتي هنا. والله انا قلت هنا في نص الجنينه هنا. طيبه يا جماعه ولا يلا اقسم بالله لو ما قلتي بصوت عالي يا شهد لاعيدها لك تاني وهقول لك حكم اصعب من ده. اوفي هنا اوفي هنا هنا اقول هنا يلا عالي عايز صوتك عالي كده. اقول ايه؟ انا هفضل سنجل لغايه امتى كده؟ يلا يلا انا مش عارفه هفضل سنجل تاني. قولي يا جماعه. لا 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 والله العظيم. لا والله بقول يا جماعه انت عملت كل دري. بصوا طب ماشي يلا بس الصوت عالي. انت ما كنتش عالي بس بسرعه لو غلطت تاني يعني. هو انا مش عارفه هفضل لحد امتى سنجل يعني.
ما جاتش حلوه اقسم بالله. الحاجه ده جت حلوه اقسم بالله. لا والله قولي يا جماعه. لا ما تتحجيش والله. قولي يا جماعه شاهد انجزي على اساس في حد يعبرك. مش هقول يعبرني بس يلا بس يلا بوم. قولي يا جماعه. يا جماعه انا مش عارفه هفضل سنجل لحد امتى يعني. حد ما فاهمني. اذا كان الناس اللي وراكي ما بصوش حتى احسن. بس لا صوتك واطي. طب والله ما يعني صوتي واطي. صوتي واطي. روح قولي له ممكن ممكن اهو قال لي عليه ممكن نتعرف. انا بحبك قوي. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ايه؟ عامل ايه؟ طيب سنة كام؟ سنة رابعة. طب انت امور. انت امور قوي. حسوش باي. يا حمارة يا حمارة. قلت لك قولي لها بحبك قوي. ام ام يا بنتي ام تحس ان احنا هناكل عيالها. يلا قفي هنا يا شادو ونطي. وما بعدها ونطي. لا 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 قولي بحبك. منطلق تحمي. اه ممكن. ماشي يلا. بس قولي استعمل منطلق. تحمي ونط. يلا بالحركه بتاعته اللي هي كده. يلا 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 السهم المنطلق. انجزي غدا. السهم المنطلق. تحمي. قولي يا جماعه كل اصحابي وطيب بنروحوا الساحل وسوني في البسين. هنا اه صوت عاليه منك يا جماعه. انا كل اصحابي وطيب. تروحوا الساحل وسموني في البسين. قادرة الحكم الثاني ليا بسرعة. روح دي العيال اللي هناك دول انتوا شكلكم حلو قوي مع بعض. مثلا العيلة. العيلة اللي هناك دول عيلة ممكن يقولوا لي ما بظهرش على السوشيال ميديا ما تصوريش. مش هجيبهم. لا 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 بلاش. لا روحي قولي صح. قولي لي اي حاجه طيبه. روحي البنت هناك دي قول لها ممكن ميه من في ايدك. اه ده انت عطشان. بس لا لا بس ديت اصلا معاها ميه مع يعني لسه مقفوله فمش هتقدر. ثواني ثواني اقول لهم حاجه. عايزين نقول لهم حاجه. اه ثواني. قول لهم انتوا مش بردانين. بردانين ايه في عز الحر اللي احنا فيه؟ مش حرانين. انتوا قلعين ليه كده؟ بصي بصي منا منا منا. بصي هتقول لهم ايه؟ انتوا على عيني كده تاخدوا برد. قد صوتي قد صوتي. انت هتقولي واحنا هناك قولي لي كذا. اقول لك كذا ايه؟ يلا هو ده حمام سباحه. لا ده مش حمام سباحه اصلا. قربي. عايزين اقول لهم يا شهد. قول لهم اطلعوا انتوا مش بردانين. بسرعه بسرعه بسرعه. قربي من انا وراكي بالظبط. بسرعه يا منى. قربي نصوره ولا تيجي اصور. مش هينفع معايا. اوكي معايا. لا لا قربي قربي. يلا استني. صعبه صعبه. خلصت. هي مشيت. لا يلا طلعها بشويكه. انا طلعتها مره واحده بس فرق. مره واحده بس فرق. هي مره واحده. منا بقول لك ايه؟ هتنادي كده بتقولي يا جماعه. معايا عادي. انا بلدي. يا جماعه انا جعانه كده. كفايه تحديات على كده عشان يعني احنا كده هنروح مقتولين. الناس هتقتلنا بجد. احنا عملنا كده حاجات كتير قوي. حاسه الناس هتيجي تضربنا دلوقتي لاننا يعني عملنا في الناس عمايل. تعالي يا ايه. كان معكم ايه وشهد ومريم حسب التوقيت المحلي. مش عارفه انا بقوله ده. المهم استنوا بقى فيديو تاني. لو عايزين فلوجات تانيه بقى ومن الجمدان ده وبتاع اكتبولي في الكومنتات. وبس كده باي.